السلام عليكم شباب. ان شاء الله النهارده نشتغل في الهيت اوف كومباستشن اللي هي اول حاجه في هيت تشينجز اكومبانينج كيميكال تشينجز. هيت تشينجز اكومبانينج كيميكال رياكشنز. اوكي الاول بس يعني كلمه كومباستشن او هي بتساوي كلمه بيرنينج معناها رياكشن سريع ما بين ماده واكسجين. الرياكشن ده بيديني انرجي على شكل لايت او هيت او الاثنين مع بعض. اوكي كومباستشن معناها فاست كومباينيشن بين سبستانس اند اوكسجين. خلي بالك طالما بحرق حاجه يبقى بتطلع طاقه مش بتنقص طاقه. بتطلع طاقه معناها اي كومباستشن يبقى اكزوثيرميك رياكشن. اوكي والدلتا اتش بتاعته بقى شباب من نيجاتيف. اوكي طيب الطاقه اللي انا باخدها لما بحرق 1 مول من الماده بسميها هيت اوف كومباستشن. This is the quantity of heat released on complete combustion of one mole of substance. Okay, طبعا مع excess of oxygen. لو انا بشتغل في الستاندرد كونديشنز بسميها ستاندرد heat of combustion. نفس الكلام بس دوت بس under standard A conditions. Okay, لما بحرق اي ماده عضويه معناها فيها كربون وفيها هيدروجين. لما يتحرق الكربون مع الاكسجين هيكون كربون دايوكسيد. الهيدروجين مع الاكسجين هيكون ايه شباب؟ H تو او ووتر فيبر. مثلا اشهر بيرنينج رياكشن عندي طبعا عندي اللي بيحصل جوه الجسم لما الجسم بيحرق الجلوكوز C6H12O6 مع الاكسجين CO يبقى هيكون ايه شباب؟ كربون دايوكسيد. H و O هيكون ايه شباب؟ H2O. الانرجي اللي بتطلع لما احرق 1 مول من الجلوكوز 2808 كيلو جول بير مول. اوكي لو بصيت على examples ده in the rate of combustion of 1 mole of ethanol C2H5OH is 1367 كيلو جول بير مول. عايزني اول حاجه اكتب له thermochemical equation. طب دي اكتبها ازاي يا شباب؟ انا عندي الايثانول C2H5OH طبعا الايثانول اللي هو الكحول ليكويد هيتفاعل عشان يتحرق محتاج يتفاعل مع الاكسجين. كربون واكسجين معناها كربون دايوكسيد بلس هيدروجين واكسجين معناها H2O ووتر فيبر. اوكي 2C CO2 عندي 5H ودي 6 يبقى 3H2O يبقى 6H و6H. عندي هنا 2 في 2 ب 4 وعندي هنا 3 يبقى كده 3 و 4 3 زائد 4 7 اكسجين. بحط هنا 3 يبقى 3 في 2 ب 6 6 1 كام؟ 7. طيب الدلتا H هتساوي كام بقى يا سيدي؟ ماينس 1367 كيلو جول بير مول. ليه ماينس؟ لانه قال لي ايه يا سيدي؟ لان ده كومباستشن والكومباستشن ايه؟ ان اكزوثيرميك رياكشن يبقى الدلتا اتش بقى ايه؟ بالنيجاتيف. اوكي؟ طيب عايز اعرف الانرجي ريليست فروم كومباستشن اوف 1 جرام اوف ايثانول. اوكي؟ طيب انا عايز اعرف ال 100 جرام من الايثانول دي لما احرقها هتديني انرجي قد ايه؟ اوكي؟ هو انا لما احرق 1 مول من الايثانول اصلا الانرجي اللي نتج قد ايه الرقم ده؟ طب المول ده بيساوي كام جرام؟ المولر ماس بتاعته قد ايه؟ عندي 2 كربون يعني 2 في 12 بلس 6 هيدروجين يعني 6 ملتبلاي 1 بلس 1 اكسجين يعني 16. يطلع لي الريزلت كله تقريبا ب 46. ال 46 جرام دول بيدوني انرجي قد ايه؟ 1367. اوكي؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن يعني 100 ملتبلاي 1367 اوفر 46. الريزلت اللي هيطلع لي بكتب جنبي جرام بير مول سوري كيلو جول بير مول. اوكي ان شاء الله يوم الثلاث بكره ناخد مع بعض في الكلاس روم الهيدروفورميشن وهيسبلو باذن الله.